بعد كل الإشاعات والأخبار الكاذبة والأحاديث يلي رافقت امتلاء سد المسيلحة بالمي، نشاط رياضي بالسد حيث شارك المئات من الشباب بهذا النشاط بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني أيضاً واكبت هذا النشاط. الدفاع المدني وحدة الإنقاذ البحري عم نواكب النشاط عم بيصير بسد المسيلحة بالبترونز. وانتشر هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان سد المسيلحة، وعبر المواطنين عن فرحهم بالمشاهد بهذا السد رغم كل ما يلفق.